تصور اللي انت تنجم تعتدي وتحقق الشهوات متاعك المرة ذي الكل والدولة معاك. وهذا اللي عامله جيفري أبستين. السيد هذا ألباز كان متحايل، كما نقوله بتونسي يتعقرب على الناس اللي لبس عليهم، وهكيكا طاح بجاي ريموند اللي هو مولا فيكتوريا سيكرت. بون اسمه جاي، ما هوش جاي، وهو اللي كان سبب في الثروة متاع جيفري أبستين. والراجل هذا كان معروف عليه اللي هو منحرف ويحب البنات الصغار اللي عمارهم ما بين 10 و15 سنة، واللي كان يستقطبله في البنات هي صاحبته جيلين. ما تفهمهاش لا صاحبته لا أخوه، على خاطر يجيبلو في البنات للجزيرة متاعه ويعمل فيهم اللي يحب. يزيد يبهد أكثر اللي كانوا فما أسامي كبيرة في الدولة مشتركين معاه في الجريمة متاعه، واللي منهم بيل كلينتون رئيس أمريكا قبل، رجال أعمال وحتى علماء كما ستيفن هوكينج. أي ستيفن هوكينج. وسبب في هذا الكل هي تسريب وثيقة اللي كان فيها الخنار الكل. ونرجع ل 2019 وين لقاو جيفري أبستين انتحر في الحبس بعد ما تم اتهامه بقضايا الاعتداء. أنفان فاقوا على وضعهم.